او السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على كيفاش تقدر تصيب واحد الحزام اللي هو حزام كوكتيل مثلا، او لما يسمى بالدول العربيه بحزام الهارنس. اوكي رايت اوكي، دابا غادي نهضروا كيفاش تصيب الحزام. تقدر انك تشريه واجد، تيدير تقريبا 30 درهم. كاين واحد السيد في القريعه تيقولوا ليه سيمو واش العايبه، المهم انا تنقول ليه الميزوكس، كيمشي كيصايبو مع عند خياط وداك الشيء. المهم ما علينا، وكيدبر فيهم على راسو، امور مزيانه. حنا دابا في هذا الفيديو غادي نهضروا لك على الطريقه كيفاش تصايبو في دارك وبمؤهلات بسيطه، تقدر انك تدريسي به الطير الوحشي وكذا وكذا، وانك تولف به الطير تخليه يولفك اكثر واكثر، وكذلك تقدر تخرجو معاك في واحد النزهه. اوكي الامور بسيطه بزاف، ما غاديش نطور عليكم. هذا السير ديال الصباط، سير ديال الصبار او لا الحذاء او لا اي حاجه، شرط انه يكون هنا رطب، ما يكونش قاصح، يكون رطب. اوكي امور سهله، حيت الامور اللي نعطيكم ديال المحترفين، ماشي امور ديال اننا حنا هادشي كنعطيكم ما غتشوفوش شي بلاصه اخرى. وديجا درت فيديو اكثر من عام دابا على هذا الحزام هذا، وحنا غنعاودوه دابا، يعني هادشي اللي كنعطيكم انا ما كاينش في بلاصه اخرى. اوكي وبزاف ديال الموالع ماشي يعرفوش يصايبوه، وبزاف ديال الموالع كيعرفوا يصايبوه، ولكن حنا كنعطيوكم غير من الدار. اوكي امور سهله، هانش اخويا السير تيكون على هذا الشكل هذا، كنشدو وكنطويو على جوج. اوكي اي واحد يتبع معايا غيعرف بلا ما يقول لي خويا حماده في كومونتير راه ما عرفتش، بلا ما يقولها حيت ما عمرها غادي تكون. اوكي خلوني نصايب. المهم نعاودو دابا، ركز معايا، ركزي معايا وغتصايب. السير ديال الصبار كنرجعوه على جوج. اوكي على هذا الشكل هذا كيولي عندنا على هذا الشكل، كنجيو لهذا القنش هذا. اوكي ها هو هو هذا، تنديروا واحد الحزمه صغيره، تنخليو هنا واحد البلاصه صغيره الماكسيموم. اوكي امور بسيطه، ما غاديش نطول عليكم، امور سهله بزاف. كيف مشي ها ولا عندنا على هذا الشكل هذا. العبار ديال الكوكتيل هو جوج صبعان، جوج صبعان ديالك. اوكي هو راه قل من جوج صبعان، ولكن حنا كنوفيو ليه. ها انت خويا، ها انت اختي، كنشدو من هذا الشكل هذا. اوكي كنحيدو الصبعان، تنديرو الحزمه على هذا الصبعان هذا. ها نشوف، ها نشوف، انا باقي معلم صبعي فين كان زكا ويكو. انا خويا، انا اختي، امور بسيطه. ولاش عندنا هنا وعندنا هنا وعندنا هنا. اوكي تبعتي معايا، امور سهله. ها السير شويه قصير ولكن ماشي مشكل، انت جيب اطول سير، سري بدرهم واحد من عند مول الصبابط ولا عند مول الزريعه، شي واحد كيبيع السيور. اوكي شوف ولا عندنا هذا الشكل هذا، عندنا واحد وعندنا جوج وعندنا هاد جوج ودنين. اوكي غادي نشد هاد السيوره من الراس ديالهم وغادي نخشيهم هنا. اوكي ها شوف ها بسيطه سهله. دابا عرفتي تصايبها، عرفتي تصايبيها مزيان، برافو عليك، يعني هنا الامور مزيان. خويا انت غتبقى تاكل في داك الشعر مطفر، وانا دابا غندوزو للمرحلة ديال كيفاش نركبو. دابا عرفتي تصايب مزيان، برافو عليك، دير لايك وكومونتير زوين. دابا الطريقة ديال التركي، شوفوا كيفاش هو داير. حنا غادي نجيو عند الأخ ويكو، ويكو الله يحفظك تقدر تصور معانا هاد الفيديو. المهم كنجيو كيكون عندنا الشكل هذا، هاد الراس الصغير اللي عبرنا جوج صبعان، شفتوه هو اللي كنخشيو الطير في راسه. بسم الله زيد ها لا شي، نحاول نقرب شويه نهبط الكاميرا باش يبان ليكم البلاد، بلا شي نقاط سمحوا لي، بقاو معايا. ماشي شوف غنصوروا للناس ودير معنا عقلك الله يجازيك. كنجيو لهذيك البلاصه اللي عبرنا فيها جوج صبعان، وتنديروا ليه فراس زقا زقا لامك. هاني
تزكى واش حنا كنلعبوا؟ ها انا غادي مع عبد الحنيه، انا باش نشدو وندير ليه ستروكوفيتش. اوكي مابقاش هاد المرحله، خشينا هذا ياك. كنجيو هادوك جوج ودني الكبار، وحده وحده كنديروها ليه هنا. اوكي زقع زقع لامك سمحوا لي غادي نشدو باش ما يبقاش يبرز ليا راسي، والاخرى غادي نديروها ليه من هنا. اوكي وباش حنا نصيرو كثر غادي نجرو من هنا. شوف 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 على الله يكون كيبان لكم داكشي مزيان. ها 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 اوكي هو دابا ما مولفاش، ها ديرونجاج ديال بصح. دابا نقادو الكاميرا انا اخوان، شوف بسم الله. ها نشوف هذا هو الحزام، شوف شوف كيفاش البلان ساهله ساهله ساهله. الا بغيت نزيد نطول هذاك الشر كنزيد نطوله، نجيب سير اخر ولا سميط اخرى ولا شي حاجه نطولها. انا غادي نوريكم كشر نديرو هادي نطولو اكثر، وكنديرو لها واحد واحد الخرصه بحال هكا. ملي كنطولوها كنديرو لها واحد الخرصه بحال هكا، لا قدر قدر الله سهيتي ولا شي حاجه ولا ديرها هنا. لا قدر الله سهيتي ما يهربش لك الطير في الحزام ديالو. اوكي كيف ما شفتو يعني الامور ساهله. هانشوف جوج جني وحاج خرجوا من تحت، ها هما ها فين ولاو، فهمتوني؟ يعني هادو هادي باش مزيان. دابا بغيتي تحيد، بغيتي تحيد اسهل طريقه هي انك تحيد. كتجي لهاد البلاصه هادي وكتعطيه اتساع من هنا. شوف شوف انا شوف معايا مزيان، شوف معايا ورا تقدر تخليها لي النهار كامل مكاينش المشكل. هنا ما مولفاش كيقوليش هاد العجبه، هنا ها هي توصلت. شوفوا معايا هنا هنا ها هي ها هي الاخوان، ها هي هاو هاودن هاودن اخرى، ها هي ودن اخرى خوتي. هنا قالت لنا هذه ديال العنق راه حاله ساهل كيلعب كيقولها شاد العجب اش كديرها ودي حماده. المهم عاب شويه على الطويرات ديالكم شوف المهم هذا راه كذا عاقلي. ها نشوف صافي الفوائد ديال هذه الاخوان هي سهله. اولا كتقدر تخرج معاك الطير ديالك، هبط 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 ريح. اولا كتقدر تخرج معاك الطير ديالك للزنقه بلا ما تخاف يهرب لك، كتقدر دير به جوله. بالنسبه كاينين الناس كاينين الناس كيموتوا على الطويرات ديالهم، عنده غير عنده غير بيروش تيموت عليه وباغي البيروش في امكانه يشري يشري شي حاجه اخرى، ولكن هو ما تيبغيش، هو ما كيبغيش يشري حاجه اخرى، باغي غير بيروش. يعني راه بزاف الناس كيوصلوا معلومات غلطه للدراري. المهم هذه ديال الفوائد ديالها، وتقدر حتى لو بغيتي دير البيروش راه كتصغر ليه هذه، لو بغيتي دير الباجي كتصغر ليه هذه، كدير عبار ديال صبع واحد و صبع ونص صبع ونص، شحال نقول الباجي صغير بزاف، صبع وصبع واحد واحد شويه واحد، دير صبعك ولا كاع ديرها صبعك الكبير راه ماشي مشكل، دير العبار ديال صبعك صافي. هاد البصمه صبع ديال البصمه صافي وانت بخير. يعني الامور سهله اخوان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، نتمنى اننا وصلنا لكم معلومه مزيان، نتمنى اننا نكون الشرح ديالنا بسيط وسهل للجميع. مهم استفدتي جاك داكشي مزيان، ما تنساش لايك وشي كومونتير محفز، وعلاش لا بارطاج، ومرحبا بالاسئله ديالكم. اللهم يسر لكم، الله يعاون ان شاء الله.